مساء الخير حبيباتي، كيفاش راكم؟ معكم ليمن ستارز من الجزائر من بجاية. نتمنى راكم بصحة ولهنا ان شاء الله. اذا قبل ما نبدا هذا الفيديو الرائع الجميل جدا اللي اكيد راح يعجبكم من عند الملكة ليمن، هذه الحلوة الراقية جدا اللي يخافوها بزاف، لكن ان شاء الله مع ملكة ليمن، مع ليمن ستارز، يعني تعطي لكم جميع أسرار وتكات نجاح هذه الحلوى الراقية جدا في الأعياد تاعنا، في المناسبات، في يعني في يعني السهرات تاعنا الصيفية. وتاني نعطي لكم أسرار يعني أطيب تاعها، نعطي لكم أسرار يعني كيفاش تطيبوها في الفرن، كيفاش يعني طريقة يعني التحضير، يعني عندها مقاييس لازم تتبعوها. إذا ديروا فقط لايك وبارطاجيو لا فيديو او اشتراك لما مازال ما اشتركش في هذا في قناتي ان شاء الله، لقناتي ان شاء الله تعجبكم. وفقط هذه الحلوة لكاستيل هيلة راقية جميلة جدا. ولهنا طولت الفيديو تاع هذا الحلوة لاني ان شاء الله نديرها كعرض، كعرض يعني هكذا ندير لكم فهمكم في الفيديو، وممتع باش نجمع الساعات تاعي لهنا باش نكمل ندير الحفلات تاعي يعني المباشر تاعي، باش هكذا نجمع السوايع تاعي ان شاء الله بالتوفيق للجميع. ربي ان شاء الله ينجحنا كامل، ويعني نوصلوا لمبتغانا باذن الله تعالى. وكل واحد يعني يعني يخدم على نيته، اللي عنده هدف ان شاء الله يا ربي يوصل. او من فضلكم فوالا هذه الحلوه الطبقات الحوات لي كاستيل اكيد راكم يعني تكونوا مدمون يعني تورفوها ان شاء الله كي تاكلوها، كي يقولوا لي اللي يذوق البنة ما يتهنى، خاصة في هذه الحلوة الرائعة جدا. كما على بالكم في الأعياد ما نحبوش نديرو بزاف الحلويات في الأعياد، حاجة خفيفة كما خبز الدار كما، ونديرو هكذا أن كاطو بريستيج. أنا درت هذا أو ندير هذاك تاع الشوكولا كامل، درت هذا يعني خفيف ظريف وشباب هايل وبنين. إذا ليمن ستارز هنا، يلا معكم هنا فقط نقطع ناكل معكم هكذا، نقطع لكم فقط هكذا تشوفوا القوام تاعها من الداخل. فقط هذه الحلوه مليح ديريها في الفريجيدير باش تمسك روحها. دوك نفهم لكم كامل، وخليت الصوت تاعي الطبيعي، خليت هكذا الصوت الطبيعي هكذا باش نفهمها باش نفهمكم كثير، وطولت فيه باش تفهموني قبل دايما. من فضلك طولي في الفيديو، نقول لكم ما كانش مشكل، احنا هنا في خدمتكم ان شاء الله. فقط ترضوا علينا وبارطاجيو الفيديو، ولايك من فضلكم، لي جيم لي جيم من جيم، وبارطاجيو الفيديو. شكرا. اذا حبيباتي هنا واش نحتاجو بوغ لا بروميير ايتاب، يعني بوغ لا بات تاعنا. اذا نحتاجو هنا كيلا تاع بياض البيض، نحتاجو كيلا تاع البروندوف بياض البيض. دونك نفهمكم، نحتاج لهنا نصف كاس من لافارين، هذا الكاس اللي يرفد 220 ملليلتر، هذا يقيس فيه جميع المكونات. نصف كاس هنا نحتاج كاس الا ربع من السكر العادي سكر كريستاليزي، بيان سور لافاني نسمو لاباتانا. لهنا عندي جوج كيسان تاع الكاوكاو يكون محمص وملحي، ماشي رقيق رقيق ماشي خشين، يكون يعني متوسط. ولهنا فقط ملاحظه بلاك تحمروه مليح، لان دوك يدخل الفرن يعاود يزيد يحمر. فقط اعطيولو فقط تحميره هكذا يجي اون بيل دوغ على لون ذهبي. يلا وقرصه تاع الملح اكيد. يلا نبداو على بركه الله. يلا حبيباتي نبداو على طريقة التحضير مباشرة. إذا نجيبو الغيسيبيون تاعنا، بسم الله. حاجة الأولى اللي نديروها، إذا قلت لكم كيلا تاع بياض البيض، يعني هذا الكأس يرفد 210 ملليلتر، نديرو كيلا هذا الكأس. يلا بسم الله، بياض البيض لو بلون دوف، ندير قصة تاع الملح اكيد باش طلع لنا المذاق تاعنا، قرصه تاع الملح
لهنا لازم نستخدم الباتور. نجيب الباتور تاعي. اذا هنا حبيباتي نبدا نطلع في لابيان البيض تاعنا. بسم الله. نروحو لا بروميير فيتيس لا دوزيام طبعا نطلعو بلا سانكيام باش طلعنا لا ميرينغ تاعنا بياض البيض تاعنا. انا نحبس عجل الباتور ما تخليش. اذا نبطيها ونرجع لكم. هنا بعد ما طلعناها تخي تخي بيان شوفو كيفاش جات بيان لا ميرينغ تاعنا. طلعيها لهنا حبيباتي نبدا ندير السكر. السكر لهنا ديري واحد اليد يباطي واحد اليد يدير السكر. بسم الله. اذا هنا حبيباتي نبدا باتي هنا كيما يعني باتيها يعني ضربها بالخلاط اليدوي ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو. اذا هنا حبيباتي نزيد لا فاني بيان سور تري بيان اون باتي ثاني لا فاني هذه. بسم الله. بعد ما خلصت حبيباتي مرحله الباتور شوفوا كيفاش جات لي لا ميرينغ تاعي. لهنا فقط باتي وباتي وحتى تحصلوا على هذا. لا شوفوا هذا لا ميرينغ تجي هكذا ها تجي كريمه تجي يعني ما تسقش ابدا ابدا تهبط لك. شوفوا ما تحركش ما تتحركش كامل هكذا لازم تحصلوا على هذه يعني هذا لا ميرينغ. شوف باتي وباتي وحتى شوف لازم هذا المنقار تاع العصفور. شوفوا يعني نحب نعطي لكم جميع المراحل لنجاح الحلوات لي كاستيل الجميله على البريستيج. اذا شوفوا كيف بيان كريمي يلا نكملوا الوصفه. حبيباتي واش بقالنا؟ بقالنا مكونين فقط هما الكاوكاو المحمص المرحي الذهبي. هكذا نحصلوا على هذا الكاوكاو. اذا نضيفوه ديريكتومون لهذا الخليط يعني هذا المعين. فوالا هكذا قلت لكم حوالي جوج كيسان من هذا الكيل ما تبدلوش الكيله باش تنجح لكم هذا الوصفه وتفهموا. اوكي اذا نجيب هكذا الملعقه الخشبيه ولا اذا نحاول انا ندخلها هكذا لكن بشرط ما تحاولوش تخسروا لا ميرينغ اللي طلعناها. اوكي هكذا فقط من تحت من فوق من تحت من فوق حتى يعني حتى كيما نقولوا نحافظوا على لا ميرينغ تاعنا اللي طلعناها وحنا اون طون نطلعوا الكاوكاو اللي حمصناه باش دخلنا كامل في لا ميرينغ تاعنا. شوفوا هكذا جيسبر يعني الصوره وضحت ما هي واضحه. يلا قلنا لكم الكاوكاو المحمص المرحي ندخلو هكذا يعني بلعقه فقط. خذي راحتك من فوق من تحت
وما تخبطيش سينو تهبطنا لا ميرينغ حنا اللي تعلمناها. الهدف تاعنا هو نطلعوا لا ميرينغ تاعنا بهذا. شوف هذه يعني قاعده هكذاك الكريمه تاعنا تاع الكاوكاو ولا موس تاعنا. هذا انا نكمل باش ما نطولش عليكم لا فيديو. هذا هنا نجيب الاصبعه تاعي هكذا نمسحها كامل هكذا ونطلعها فوق من تحت. لهنا العمليه راهي نجحت بسم الله ما شاء الله الله اكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جمعه مباركه لجميع الامه الاسلاميه في كل البلدان اللي تبعوني من الخارج والدول العربيه. يلا سي بون هنا يعني خلصنا المرحله هذه. طلعنا لا ميرين ودخلنا دخلنا الكاوكاو المحمص في الميرين تاعنا. لهنا واش بقينا؟ لهنا نصف كاس من دقيق لا فاغيد. راني نعاود 5 انغريديون لازم نغربلوها. بسم الله كيف تاني ندير العملية هذيك هكذا. لازم لافارين كي نقول لكم ندخلوها كامل. هكذا حتى ندخلها كاملة ندير بنفس العملية اللي درناها من قبل. إذا هنا حبيبتي بعد ما درنا الخل تاعنا نروحو نجهزو البلاطو تاعنا اللي دخل الفرن. لهنا انا اخترت هذا الصغير. انت تحبي ديري تعرفي المقادير في المقادير ديري كبير. انا اخترت هذا الصغير ودرت له هنا بابي كويسون. لازم يعني يكون على مقاس البلاطو تاعك. يعني درت له ورق الطاي. لهنا واش ندير؟ ندير هنا هكذا شويه بقا تاع الخير لافارين او دقيق هكذا خفيف طريف. نديرو هذه العمليه بالبانسو فقط. شوفوا هكذا نوزعوا نسيو كيفاش نوزعوا كامل لافارين تاعنا على انحاء البلاطو تاعنا. هكذا هذه العمليه هكذا ما نديروش الزيته نديرو فقط لافارين. خير يا شفتوا كيفاش كيف طريف فوالا. هنا نبدا نسكب. إذا هنا نجيبو الخليط تاعنا. شوفو كيفاش دار الخليط. ندير هكذا لازم يجي دقيق فوالا. بسم الله. إذا نديرو كامل في البلاطو تاعي فوالا. إن شاء الله يعني كتير اللي يخافو هاد الحلوة تاع الكاستيل لكن مع ليمن بإذن الله لكن باذن الله مع ليمن تنجحوا فيها هكذا. فوالا اذا ما تنسونيش فقط من فضلكم في اللايكات والبارطاج الفيديو باش تعم الفائده من فضلكم. اذا هنا ونشكر يعني جميع اللي دخلوا لي ونشكر جميع لي كومونتير لي يدخلوا لي يعني لي يطلعوا المورال يعني بسم الله ما شاء الله. دي بون كومونتير ديجي لو كومونتير كون فو ميرسي بوكو بور لو بارطاج يعني لي ترفعوا لي الفيديوهات تاعي في المنتدى. شكرا شكرا. اذا هنا شوفوا لهنا حبيباتي ركزوا لي مليح. لهنا نجيبوا لا ستاتشول تاعنا لهنا نحاولوا نديروها على مقاس واحد باش هكذا تبنى على مستوى واحد. شوفوا خذي راحتك جيبي لاسباتول تاعك ومشي فيها هكذا باش ما تجيناش يعني وحده هابطه وحده طلع. بيان سور حنا نحبو نديرو يعني دائما عمل راقي هكذا. نسي كيفاش نسويها كامل تري بيان. لاسباتول تاعي لهنا حبيبتي الفرن راهي سخنتو على فونس
على 120 درجة. هذه الحلوة تاع الكاستيل ما تحبش بزاف الفرن، فقط تقيس ماء شعلي من تحت، تقيس ماء يعني طيب لنا من تحت، تاخذ فقط هذاك اللون الوردي يعني اللون الذهبي، ومن فوق شعلي قيس فقط ماء، ما تخلوهاش سينو تتكسر، ما تخلوهاش تحمر، فقط تنشف الماء. اوكي، اذا انا نبدا نعبد لها كامل هكا. اذا هنا حبيبتي بعد ما سويتها كامل نضربوها بيان سور، شوفوا نضربوها هكذا تخي بيان، نسيب كيفاش هنا بسمه باش يعني جينا على مربع واحد. يلا ندخلوها للفرن. اذا هنا حبيباتي شوفوا كيفاش طابلي، بسم الله ما شاء الله. فوالا شوفوا كيفاش جات، فقط خليوها طيب على نار قدكم 15 دقيقة الفوق تاني، ما تخلوهاش حتى تحمر لكم، فقط فقط تنشف، فقط شوفوا راهي ناشفة، فقط ما تخلوهاش تحرق لكم سينو تكسر لكم وتحصلوا بها بيان سور. كيفاش قطعوها كيفاش؟ إذا أنا نخليها تبرد شوية ونروحوا نوجدوا لاكخام بوغ تاعنا. يلا لايمن هنا، لايمن ستارز، شكرا. هنا حبيباتي كيفاش تنحيوها من البلاطو تاعكم، كيفاش تنحوها من البلاطو تاعكم؟ شوفوا جيبوا هكذا حاجه سكين ولا حاجه يكون يعني ما عندوش لهذوك الاسنان سينو تكسركم. روحوا كامل خلوها تبرد شويه، روحوا ديروا كامل هكذا على الجوانب هكذا يعني باش نحيوها من لي كوتي كامل. فوالا هكذا كامل في لي كوتي، حتى رصوها كامل. اذا شوفوا حبيباتي كيفاش طابت لي، بسم الله ما شاء الله، قلت لكم ما تخلوهاش يعني تحرق، بسم الله بسم الله، شوفوا بسم الله ما شاء الله كيفاش جات لهنا. مازال ما نحيتلهاش لو بابي كويسون، بون نديرها هنا فوق لو بابي هذا باش نديرو عمل راقي. هنا حبيباتي نبداو نحيو البابي كويسون تاعنا، شوفوا كيفاش طاب لكم، كيما قلت لكم جات هايله بسم الله ما شاء الله في الفرن، ما تخليوهاش 15 دقيقه فقط يعني عسوها. اذا نبداو الان نحيو البابي كويسون، مي نحيو بالعقل فقط. شوفوا لهنا نحي واحد اليد يشد واحد اليد ينحي البابي كويسون باش ما درناش باش ما تمشيش البيسكويت تاعكم باش ما يجيش واحد رائحه غير بنات لاكويزين تاعي بالكاوكاو المحمص هذا كله. بسم الله ولا فاني، بسم الله ان شاء الله. هذه حلوه الكاستيل جميله جدا، الله اكبر الله اكبر. اذا انا نحيها العقل برا، بسم الله قلت لكم قلت فقط لهنا، نعطي لكم جميع اسرار نجاحها باذن الله تعالى. يلا تخي بيان، شوفوا كيفاش تنحى فاسيلمون، درناه لاخرين فقط فوالا تخي بيان، شوفوا ولا اروع هذاك هذاك الكاوكاو المحمص كيفاش راهو يريح، تخي بيان فوالا بسم الله ما شاء الله. بسكويت تاعي جاهايل. اذا نكملوا طريقه التحضير، ليمون ستارز هنا، بارطاجيو لا فيديو تاعي، جيم 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 تنساو بزاف، وابونيو اللي مازال ما اشتركش ينزل يضغط زر الجرس لكي يلا حبيباتي نتوقع نروحوا الى كريمه الزبده لا كريم اوفر تاعنا. اوكي نحتاج الى كاس نقص 4 من سكر غلاس او السكر الناعم، نحتاج ملعقتين كبيرتين من الحليب، لافاني بيان سور باش نسمو هذيك الكريمه نحيو لها ريحه الزبده، نحتاج 125 غرام من الزبده تكون بيان سور غامولي، تكون يعني شويه ذايبه ماشي يعني على درجه حراره المطبخ باش يعني وقت نديروها نطلعوها في الباتور،
نحتاج ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي، ونحتاج قهوة سريعة الذوبان أوبليغاتوار. يلا نبداو على طريقة التحضير مباشرة. يلا نبداو على طريقة التحضير مباشرة. إذا نجيبو لو ريسيبيون تاعنا لازم يكون هكذا ناشف. نبداو يعني بالزبدة تاعنا تكون قلت لكم 125 غرام تكون زبدة طرية. فوالا ندير شوية تاع لافاني. اذا نجيب الباتر تاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا نبدا نباتيها حتى تولي لي كريم او بور، يعني تولي يعني كريمه. بسم الله. الكوم كريمة هكذا كريم اوبور تاعنا. واش نزيدو؟ بسم الله. مازال يعني مازال نضربوها بالقدر اليدوي بالباتر. هنا نجيب لو سكر كلاص تاعي، السكر الناعم تاعي الكوم اللي هو كاس ناقص ربع. نجيب بيان سور الصفاية هنا لازم. بسم الله. يعني جينا هكذا كريم جينا بيان ليس. لازم صفايا. خير. اذا هنا نباطي بعد ما درت شوك بلاص تاعي نباطيها تخي تخي تخي. ها ما نرجع لكم. اوكي شفتوا يعني الباتي ما حتى تولي لنا هكذا بومات. شوفوا يعني الزبده ولافاني والسكر كلاص. فوالا يعني خذوا راحتكم. واش نزيد هنا؟ هنا نجيب هكذا ملعقتين كبيرتين من هذا الزيت هكذا ونباتي. باش كيفاش جينا لا كريم او بور تاعنا بعد ما ضفت لها شويه تاع الزيت ملعقتين كبيرتين من الزيت جينا لازم تجي لكم هكذا. شفتوا هايله. شوف يعني ما تتحركش. شوف يعني تجي ساكنه باش يعني كي نديروها في طبقات تجي هايله. اوكي انا حبيبتي واش نجيب؟ نجيب قلت لكم ملعقتين كبيرتين من الحليب، نضيف لها قهوه سريعه الذوبان. يلا هذه القهوة المفضلة عندي، قهوة سرعة ماكسويل، نحب نشربها هكذا مع الكريم. إذا نجيبو هكذا نحركوها خير بيان. وعلاش هذا؟ باش تعطيني هذيك الرائحة تاع القهوة لذيذة رائعة جدا، وثاني نعطي لها اللون اللي الكريم وبور تاعنا، يعني لون جميل جدا للكافيه تاعنا. شوفوا
نحطو هكذا حتى نحصل على هذا الخليط. اذا انا نزيد لها السمنه هكذا، شوفوا كيفاش جا تجي هكذا. لو باتور اوبليغاتوار بسم الله. فوالا شوفوا اللون الجميل اللي تحصلت عليه، يعني موس بيان كريمي اون بيل كولور هكذا بيج. هذا هو اللون اللي يستحقوا الرحل حتى على القهوه يا البنات. هذه اللي نشربها انايا هايله هايله هايله، ما استغناش عليها ابدا. شوفوا يلا بقى. اذا هنا حبيباتي خلاص روباتور مليح ما نحتاجوش خلاص سي بون. اذا هنا شوفوا الكريمه تاعي، شوفوا كيفاش جات هايله يا شوفوا. شوف حبيبتي كيفاش لازم تجيب لكم هكذا، يعني القهوه سريعه الذوبان يعني تعطينا هذيك الرائحه تاع القهوه ومام طون تكسرها هذاك الحلو اللي ما يحبوش بزاف الحلو. يعني انا درت لها فقط نصف كاس من السكر الناعم. من هنا ملاحظات تقدري تبدلي الزبده ببودرة الشانتي لا كريم شانتي، ولا تحبي ديريها كيما انايا ديريها كاع. يعني ام عندي لكم هذاك تاع لا كريم شانتي، ولا تحبوا هذيك لا كريم شانتي كتبوا لي في التعليقات. شكرا. اذا هنا واش ندير؟ بسم الله هنا ندير بلاصيها نديرها في البول هكذا يكون صغير. بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا كيفاش جات بيان موسي بيان كريمي، لا كولور جات شابه تشهي هايله هايله خفيفه ومام طون بيان موسي ولا كولور ما نقولكمش. يعني هاد الحوايج الحلوة الكاستيل يعني راقية جدا هايلة هايلة في الأعياد تاعكم. فوالا تخي بيان فوالا تخي بيان. شوفو كيفاش جات، جات إكستراوردينار. نديرلكم هادوك اللون ونديري لا كريم تاع الاكل. فوالا ليكم هايله. اوكي اذا حبيباتي نجيب ورق الشفاف بابيي سيلوفا تاعي. اذا لازم نديرها في الثلاجة، لازم فوالا باش يعني تتمسك لنا لا كريم تخي تخي بيان. يعني راني نطول في لا فيديو لان هذا لا فيديو باذن الله تعالى نديرو عرض كعرض، نحب يعني نطول نفهم ومام طون راني نجمع في الساعات تاعي ومام طون شحال يقل لي لايما من فضلك فهمينا تخي تخي بيان في هذا الحلوى. هكذا فوالا. اذا نديرها في الفريجيدير تمسك لي تري تري بيان.
يلا نكملوا المصفى ليمون ستارز. نرجعوا البسكوي تاعي بعد ما برد ليه، شوفوا جهايل بسم الله ما شاء الله. هنا حبيبتي بيان سور هذه القطعه هذه لازم نقطعوها اون دو. اوكي لهنا لازم تجيبي لا غيكل ولا المسطره تاعك، تقيسي لي اشحال لهنا. صافي لهنا عندي راحه 30 ابيبري سنتيمتر، 30 30 دونك انا نقسمها على زوج هكذا ونقسم هكذا متساويتين بيان سور، لازم تجي متساويتين. اوكي لهنا راح نجيب الكوتون تاعي دونك هنا دات لي 30 دونك لازم نديرها 15 سنتيمتر باش تجي هنا. اذا نحكم 15 سنتيمتر هنا هنا تري بيان هكذا منا تري بيان. اذا نحي الهدا تاعي هكذا فوالا باش جينا سوا سوا. تري بيان يلا نبدا نقطعوها. قلنا منا اوكي هكذا بسم الله هكذا بالعقل فقط بلاك تدير الكوب حبيبتي. بعد ما قطعتها اندولتنا هنا لازم نحيو هاد الزوائد لان نحتاجهم في الاخير. فوالا ديري فقط هكذا يعني لازم تضغطي مليح لانها من الكوكا من الفستق. شوفوا لهنا الزوائد هادو نحتاجوهم فوالا حبيبتي. لهنا الزوائد هادو نحتاجوهم ومن بعد نقول لكم كيفاش نديرهم. لازم الاطراف نحيهم الاطراف فوالا حبيباتي. دوكا وصلنا الى المرحله الاخيره وما هي مرحله التزيين. اذا هنا شوفوا لهنا كيفاش جات لي بعد ما درتها لي في الفريجيدير تمسكي تري بيان فوالا. شوفوا كيفاش تجيكم، شوفوا تجيكم هايله فوالا. اذا بسم الله هنا بيان سور لازم تكون متساويتين، لازم هنا اوبليغاتوار تكون متساويتين. تري بيان نجيب هكذا الملعقه ونبدا بسم الله ندير الكريمه تاعي لا كريم تاعي بسم الله هكذا. فوالا قلت لازم نطول لا فيديو لان نطلب لكم نديرو كعرض ان شاء الله. هكذا هاد الحلوه طلبوها لي بزاف، ناجحه شابه في الاعراس في الحفلات تشرف في المناسبات في الافراح هكذا. ديريها ليك فرحي ليك انتيا وعلاش لا لا. فوالا لازم هنا نحاولوا نديرو طبقه من هاد لا كريم هذه كلمات الزبده جميله جدا بالقهوه. لازم هنا ديروا عمل راقي شباب فوالا. لهنا جي بروفيت ليكازيون نقول فوالا مي فان مي فولوور مشاهدين تاعي نقول لكم ميرسي ميرسي بور لي جو كومونتير ميرسي بور لي لايك ميرسي بور تو. يعني والله العظيم راني فرحانه مليح مليح، يعني نحس ان هذا العمل نديروه عن حب فوالا. يعني نحس وصلنا، نحس روحي بلي وصلت الرساله اللي حبت نمدها يعني للمتفرجين هكذا. كل واحد المحتوى تاعو ربي يعينو ان شاء الله. اذا هنا نجيب بيان سور هذا لا ستاتول هذه نسيو كيفاش يعني نديرو عمل راقي جدا. لازم هذه الاله
فوالا تهبل هاد الحلوه تهبل تري بيان تري بيان فوالا فوالا نسيت كيفاش نديرلهم الطبقه نزيدلهم شويه طبقه تاع طبقه الكلمه باش تجي شابه يعني واحد كيدير يدير خدمه تحفه فوالا هكذا باش نعطيو الشيء الجميل للمشاهد باش نعطيو الشيء الراقي للمشاهد باش نعطيو اسرار نجاح الحلوه تاعنا بكل يعني الاسرار والتكات والحركات تاعنا بيان سور بلا ما ننساو حاجه راني هذه الحلوه جيت معكم بكل خطوه ان شاء الله باش تنجحوا فيها حبيباتي كثير اللي خافوها تكسر لهم كثير اللي قالت لي وحده قالت لي بديت نديرها ابخي حبست في الوسط يعني كسرت لها الحلوه تاعها في الفرن كسرت لها ولا كريم ما جات لهاش ولا ميغان ما طلعتش ان شاء الله مع ليمن ستارز ان شاء الله هكذا نعطي لكم جميع الاسرار لنجاح الحلوه لي كاستيل شكرا لكم اذا هنا نمسها تري بيان فوالا هكذا سي سوفي اذا هنا نجيب الطبقه اذا هنا نجيبو بعد ما درناها نجيبو يعني فوالا نجيبو يعني الطبقه الثانيه نديروها هكذا بسم الله لازم تجينا هكذا سقوبها فقط لازم تجي متساويه هنا فوالا نسيل هنا نقطعكم في الوسط تري بيان يلا نبداو ثاني نديرو لهنا الكريم بيغ تاعي هاد الكريم بيغ تاعي تاني اللي تعطي هذا الحلوة تاعي هاد البسكوي تاعي تاع الكاستيل اللي تعطي لها واحد الطراوة فوالا ومام طرف تعطي لها البنة والطراوة يلا حملتوها كامل هكذا تاني حاولوا ديرو هكذا طبقة جميلة اذا نبداها هكذا بملعقه ابخي نسويها بلاسباتو تاعي نمشيها كامل الكريمه يا البنات جات هايله وريحه تاع نسكافيه القهوه تاعي جات يعني هاد الحلوه ماشي حلوه تعجبني ماشي حلوه لانها فيها القهوه ومركت انا ما كثرتلهاش السكر نورمالمون جوج كيسان تاع السكر انا درت لكم في المقادير درت لكم كاس الا ربع من السكر يعني هكذا باش نتفاديو في شويه الحلاوه خاصه يديروا الحميه كما انايا ربي يكون معنا درك يديروا الحميه لغيجيم ان شاء الله هكذا اذا نديروها طبقه مليحه باش تكون جميله جدا باش تكون فوالا هكذا نروحوا في الكوتي كامل نجيبو هذه الآلة جميلة جدا لي ديال الحلوة تاعنا نسقموها كامل هكذا نحاولو نخدمو عمل راقي جدا أكيد حبيباتي كيفاش مستها تري تري بيان شوفوا كيفاش جات العمل الراقي الجميل جدا اذا حبيباتي بعد ما نخليوها خلاص راهي الله الله سقمت روحها تري بيان سقمناها شابه متحبه نروحوا الى نروحوا الى هذو القطع يعني تاع لي كوتي تاعها واش ندير لهم هنا كيفاش نفتسهم يا البنات ما ديرهمش في الغوبو ولا لا كاين الناس يديرهم في الغوبو ما تفتحوا بزاف رقاق لهنا الحلوات لي كاستيل لازم هكذا تفتوها باليد باش تجي شابه راقيه
لا تحبي ديريها هكذا بالبقايا تاع البسكوي تاعنا، تحبي ديريها بالبسكوي تاعي تقصر لها شويه تاع البسكوي كاوكاو تاني. انا نديرها بالهذا اوبليجي الكاستيل لازم نديرها بالبريشو تاعها. هذه هي الحلوه كي كاستيل. فوالا شوفي كيفاش، شوفي لهنا تفتيها هكذا تاكليها بصح ولا لا بيكان جو دورانج. والله الله في العيد هذا ان شاء الله في سهرات الصيفية الرائعة جميلة جدا هكذا راقية شابة في كل المناسبات. إذا أنا نكمل نفتتها ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو وتشوفوا يعني تشوفوا كيفاش نخرج هذا الفتافيت تاع البسكوي تاعنا. أوكي إذا شوفوا حبيباتي كيفاش تجينا. شوفوا بعد ما فتتها كامل لازم هكذا تجينا فتافيت تاع الحلوه في كاستيل يعني بوا ديكوراسيون. لا ديكوراسيون تجي هكذا التزيين هكذا ما تجيني رقيقه نخشينه، تجي تفتيها هكذا شويه شويه تنحيها تفتيها حتى تحصلوا على هذا القوام. اوكي اذا انا نديرها بهذا ونروح نحمص الكاكاو تاعي ونرجع لكم. اوكي اذا حبيباتي نوصلوا التزيين. هنا عندي الكاوكاو اللي يعني لهنا درتو قصته حمصته يعني رقيق حمصته يعني باردون حمصته هكذاك ذهبي بيان دوغي وكسرته هكذاك باش يجيني خشين كيما كيما جوتير كيما البسكويت تاعنا تاع لي كاستيل. لازم ما ديروش رقيق ما ديروش يعني خشين هكذا برك تحتاجوها. اوكي هنا نبدا بسم الله على بركه الله نبدا نزين فيها بسم الله. ما اجمل هذه المرحله مرحله التزيين يعني خلاص يعني نخلصوا الحلوه تاعنا ان شاء الله نفرحوا بها والمتابعين الكرام يعني تعجبهم ويدعوا لي عليها في هذه الجمعه المباركه في هذه الايام المباركه ان شاء الله يا ربي بلغنا العيد يا ربي لا فاقدين ولا مفقودين ارحم جميع موتانا يا رب واشفي جميع مرضانا يسر ولا تعسر يا رب يا رب فك يعني يفك كل يعني يعني كل واحد يعني ربي يعطي على حساب نيته كل واحد ربي يعطيه على حساب يعطيه على حساب يعني ال ايوا حسب قلبه وحسب الله هو وكيل اللي دار حاجه يخلصها في هذه الدنيا فوالا. ويا ربي العزيز يعني النصر لي النصر لي لبلد الشقيق فلسطين جميلة فلسطين الغالية يعني إن شاء الله النصر القريب إن شاء الله وربي يرحم شهداء فلسطين غزة بإذن الله تعالى يا رب يا رب قولوا آمين آمين يا رب. يلا إذا هنا شوفوا كيفاش سوقتها هكذا شابة شابة باردون هنا كيما قلت لكم الكاوكاو تاني نديرو الكاوكاو تاعنا هكذا خفيف ظريف هكذا هادو نحتاجهم بخير. شوفوا كيفاش تجي هاد الحلوه تاع لي كاستيل كيفاش تجي جميله جدا تجي راقيه ولا اروع ولا اروع من هذا يا ربي العزيز سان بليزير. هذه الحلوه لازم حلوه تاع لي كاستيل حبيباتي لازم تبات. انا نخليها تبات باش نقطعها غدوه وان شاء الله ندير لكم في طبق في التقديم ان شاء الله و يعني هكذا باش تمسك. لازم هاد الحلوه تاع لي كاستيل تبات لازم ولا درتيها صباح بكري معليش صباح بكري بكري ديريها في الليل قطعيها كي درتيها في الليل ديريها قليوها تبات في الفريجيدير فوالا. اذا الى غدوه ان شاء الله. اوكي